كابتن عماد، يعني اجل حضرتك في استعراض قوائم الفريق يمكن نبتدي بالاهلي، قائمه اللاعبين. اتفضل يا كابتن عماد. عندنا طبعا الكابتن عمرو الجندي ان شاء الله هيكون موجود، ايهاب امين، اليكس يونج، سيف سمير، ابراهيم الجمال، مودي الجرحي، احمد مهيب، محمد ابو النصر، عبد الله ناصر، حاتم البحيري، واحتمال يكون عمرو زهران ان شاء الله موجود، محمود وليد، عبد الرحمن حسام ان شاء الله. تمام يا كابتن. ومحمد مصطفى مودي برضه هو كان مودي مصاب عنده الكورونا. طب كده يا كابتن، مين المصابين او يعني ما زالوا يعني عندنا؟ عمر طارق، مودي مصطفى ومودي الجرح لغايه دلوقتي اصابته برضه عنده مزق جامد جدا، صعب يلعب. احمد السلعاوي قوه لا يستهان بها، كان شايل الفرقه السنه اللي فاتت، فربنا يعمل الصالح يا رب. وفضيل وعفضيل طبعا وعفضيل لسه مصاب بكورونا. طب كابتن سلاوي، اجل حضرتك في استعراض قائمه سله رجال اتحاد اسكندريه، اتفضل يا كابتن. احمد عادل، اسماعيل احمد، مصطفى فوده، هيثم كمال، مؤمن دوجا، محمد طه اللي هو الشهير بميدو، جايلين بارفورد، يوسف شوشه، احمد صباغ، احمد ابو العلا برضو بيبو، ادهم الصباغ، علي محمد، رامي ابراهيم. دولت اعتقد مش هيبقى فيه غياب لان مفيش قائمه متكامله. مساحات لاعبي الاتحاد الحمد لله كلها سلبيه، مفيش اي عينه ايجابيه او حاجه، فكلهم مشاركين باذن الله. طب كابتن عماد، اجل حضرتك في استعراض الجهاز الفني لسله رجال الاهلي، اتفضل يا كابتن. هو طبعا المدير الفني كابتن اشرف توفيق، سيد مصطفى مدرب العام، احمد جارح مدرب عام برضو، في الكابتن علاء لطفي المحلل ثبت ايجابيته الكورونا، كابتن طارق الغنام مدير اداري موجود، وليد الخراط اداري، نادي الخزام اخصائي تغذيه، الدكتور احمد عادل سمعت ان هو ستيل يعني ايجابي. لا موجود، لا موجود، لا موجود، هو بس هيثم علاء لطفي. هيثم يمكن هيثم الضبع هو الكورونا. محمود حمدي مخطط يا رب، مخطط احمد، محمد عيسى اخصائي مساج، عرفت ان حامد برضو عنده مشكله. وخلينا نوضح ان كوتش اشرف توفيق النهارده هيقود الفرقه من المدرجات، لانه طبعا ما زال ياخد طرد في